ميديا دلوقتي بقى ناس كتيرة جدا حلوة. يعني الدنيا بقت حلوة فجأة كتير. ناس كلها حلوة ولذيذة وكله فلاتر عاملة كله حلاوة بالفلاتر. نهار اسود. كنت تتفاجئ لما تشوف حد من غير فلتر؟ اه طبعا. انا النهاردة كنت بسمع بقول لك انترفيو كده اتسأل سؤال غريب جدا. لو انت رحت on a blind date حد تعرفت عليه في السوشيال ميديا ورحت ودخلت المكان من بعيد واكتشفت ان الصورة اللي كانت محطوطة على البروفايل دي محطوط لها 18 فلتر, انت هتعمل ايه ساعتها؟ دخلت لقيت الحاجة ابو حنان قاعد مستنيك. هتعمل ايه يا ابو حنان؟ هتمشي من غير ما بتاع ولا هتروح لباقتا وتقعد وبتاع؟ كل الناس قالت همشي لسبب بسيط جدا. لو انت قادرة تضحك عليا من دلوقتي وانت لسه في البتاع, يعني احنا هنهرج